بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما تعلمنا، وزدنا علما يا كريم. لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. سهل لنا أمورنا، وقلل نسياننا، وافتح لنا نبأ بالخير. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال الإمام السيوطي رضي الله عنه ونفعنا الله به وبعلومه آمين في كتابه الدر المنثور في التفسير المأثور، وصلنا إلى قول الإمام: وأخرج ابن أبي شيبة وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن مجاهد رضي الله عنه في قول الله تعالى: ومن صلح من آبائهم، قال: من آمن في الدنيا. وأخرج ابن أبي حاتم عن أبي مجلس رضي الله عنه في الآية قال: علم الله أن المؤمن يحب أن يجمع الله له أهله وشمله في الدنيا، فأحب أن يجمعهم له في الآخرة. وأخرج ابن أبي حاتم عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قرأ: جنات عدن يدخلونها ومن صلح، حتى ختم الآية قال: إنه لفي خيمة من درة مجوفة ليس فيها صدع ولا وصل، طولها في الهواء 60 ميلا، في كل زاوية منها أهل ومال، لها 4000 مصراع من ذهب، يقوم على كل باب منها 70,000 من الملائكة، مع كل ملك هدية من الرحمن ليس مع صاحبه مثلها، لا يصلون إليه إلا بإذن بينه وبينهم حجاب، إلا بإذن بينه وبينهم حجاب. وأخرج أبو الشيخ عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال أخس أهل الجنة منزلا يوم القيامة له قصر من درة جوفاء فيها 7000 غرفة، لكل غرفة 70,000 باب، يدخل عليه من كل باب 70,000 من الملائكة بالتحية والسلام. وأخرج عبد الرزاق وابن جرير وابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن أبي عمران الجوني رضي الله عنه في قوله: سلام عليكم بما صبرتم، قال: على دينكم، فنعم عقبى الدار، قال: فنعم ما عقبكم الله تعالى من الدنيا الجنة. وأخرج ابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن الحسن رضي الله عنه في قوله: سلام عليكم بما صبرتم، قال: صبروا على فضول الدنيا. وأخرج أبو الشيخ عن محمد بن نصر الحارثي رضي الله عنه: سلام عليكم بما صبرتم، قال: على الفقر في الدنيا. وأخرج الإمام أحمد والبزار وابن جرير وابن أبي حاتم وابن حبان وأبو الشيخ والحاكم وصححه، وابن مردوية وأبو نعيم في الحلية والبيهقي في شعب الإيمان عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أول من يدخل الجنة من خلق الله تعالى فقراء المهاجرين الذين تسد بهم الثغور وتتقى بهم المكاره، ويموت أحدهم وحاجته في صدره.
لا يستطيع لها قضاء. فيقول الله تعالى لمن يشاء من الملائكة: ائتوني فحيوهم. فتقول الملائكة: ربنا، نحن سكان سمائك وخيرتك من خلقك، أفتأمرنا أن نأتي هؤلاء فنسلم عليهم؟ قال الله تعالى: إن هؤلاء عبادي كانوا يعبدونني في الدنيا ولا يشركون بي شيئا، وتسد بهم الثغور وتتقى بهم المكاره، ويموت أحدهم وحاجته في صدره لا يستطيع لها قضاء، فتأتيهم الملائكة عند ذلك فيدخلون عليهم من كل باب: سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: إن المؤمن ليكون متكئا على أريكته إذا دخل الجنة وعنده سماطان من خدم، وعند طرف السماطين باب مبوب، فيقبل الملك فيستأذن فيقول أقصى الخدم للذي يليه: ملك يستأذن؟ ويقول الذي يليه للذي يليه: ملك يستأذن، حتى يبلغ المؤمن فيقول: ائذنوا له. فيقول أقربهم إلى المؤمن: ائذنوا. ويقول للذي يليه للذي يليه: ائذنوا، حتى تبلغ أقصاهم الذي عند الباب فيفتح له، فيدخل فيسلم عليه ثم ينصرف. وأخرج ابن المنذر وابن مردوية عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأتي أحدا كل عام، فإذا تفوه الشعب سلم على قبور الشهداء فقال: سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. وأخرج ابن جرير عن محمد بن إبراهيم رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يأتي قبور الشهداء على رأس كل حول فيقول: سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. وأبو بكر وعمر وعثمان. قوله تعالى: والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار. الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع. أخرج أبو الشيخ عن ميمون بن مهران رضي الله تعالى عنه قال: قال لي عمر ابن عبد العزيز رضي الله عنه: لا تؤاخين قاطع رحم، فإني سمعت الله لعنهم في سورتين، في سورة الرعد وسورة محمد صلى الله عليه وسلم. وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله: ولهم سوء الدار، قال: سوء العاقبة. وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن عبد الرحمن بن سابط رضي الله عنه في قوله: وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع، قال: كان الرجل يخرج في الزمان الأول في إبله أو غنمه فيقول لأهله: متعوني، فيمتعونه فلقلة الخبز أو التمر. فهذا مثل ضربه الله تعالى للدنيا. وأخرج ابن أبي شيبة وابن جرير وابن المنذر
وابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن مجاهد رضي الله عنه في قوله: إلا متاع، قال: قليل ذاهب. وأخرج الترمذي والحاكم عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: نام رسول الله صلى الله عليه وسلم على حصير فقام وقد أثر في جنبه، فقلنا: يا رسول الله، لو اتخذنا لك. فقال: ما لي وللدنيا، ما أنا في الدنيا إلا كراكب استظل تحت شجرة ثم راح وتركها. قوله تعالى: ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه، قل إن الله يضل من يشاء ويهدي إليه من أناب، الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب. أخرج ابن جرير وابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن قتادة رضي الله عنه في قوله: ويهدي إليه من أناب، أي من تاب. وفي قوله: وتطمئن قلوبهم بذكر الله، قال: هشت إليه واستأنست به. وأخرج أبو الشيخ عن السدي رضي الله عنه في قول الله تعالى: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، يقول: إذا حلف لهم بالله صدقوا، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، قال: تسكن القلوب. وأخرج ابن أبي شيبة وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن مجاهد رضي الله عنه في قوله: ألا بذكر الله تطمئن القلوب، قال محمد صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه. وأخرج أبو الشيخ عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه حين نزلت هذه الآية: ألا بذكر الله تطمئن القلوب، هل تدرون ما معنى ذلك؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: من أحب الله ورسوله أحب أصحابي. اللهم إنا أحببنا أصحابك وأحببناك يا رسول الله، وأحببنا ربك الذي أرسلك إلينا. وأخرج ابن مردوية عن علي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما نزلت هذه الآية: ألا بذكر الله تطمئن القلوب، ذلك قال: ذاك من أحب الله ورسوله وأحب أهل بيتي صادقا غير كاذب، وأحب المؤمنين شاهدا وغائبا، ألا بذكر الله يتحابون. وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله: طوبى لهم، قال: فرح وقرة عين. وأخرج ابن أبي شيبة وهناد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن عكرمة رضي الله عنه في قوله: طوبى لهم، قال: نعم ما لهم. وأخرج ابن جرير وأبو الشيخ عن الضحاك رضي الله عنه في قوله: طوبى لهم، قال: غبطة لهم. وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم وابن المنذر وابن أبي حاتم قال: وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن قتادة رضي الله عنه في قوله: طوبى لهم، قال: حسنى لهم، وهي كلمة من كلام العرب.
وأخرج ابن جرير عن قتادة رضي الله عنه في قوله طوبى لهم، قال هذه كلمة عربية يقول الرجل طوبى لك أي أحببت خيرا. وأخرج ابن جرير وأبو الشيخ عن إبراهيم رضي الله عنه في قوله طوبى لهم، قال الخير والكرامة الذي أعطاهم الله سبحانه وتعالى. وأخرج ابن أبي شيبة وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن مجاهد رضي الله عنه في قوله طوبى لهم قال الجنة. وأخرج ابن جرير عن عكرمة رضي الله عنه في قوله طوبى لهم قال الجنة. وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال طوبى اسم الجنة بالحبشية. وأخرج ابن جرير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لما خلق الله الجنة وفرغ منها قال الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب، وذلك حين أعجبته. وأخرج جرير وأبو الشيخ، ولعله وأخرج ابن جرير وأبو الشيخ عن سعيد بن مسجوح رضي الله عنه قال طوبى اسم الجنة بالهندية. وأخرج ابن المنذر عن سعيد بن جبير رضي الله عنه قال طوبى اسم الجنة بالهندية. وأخرج ابن جرير وابن المنذر وأبو الشيخ عن ابن عباس رضي الله عنهما قال طوبى اسم شجرة في الجنة. وأخرج عبد الرزاق وابن أبي الدنيا في صفة الجنة وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال طوبى شجرة في الجنة يقول الله تعالى لها تقتفي تفتقي تفتقي لعبدي عما شاء فتنفتق له عن الخيل بسرودها ولجومها وعن الإبل برحالها وأزمتها وعما شاء من الكسوة. وأخرج ابن جرير من طريق معاوية بن قرة رضي الله عنه عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طوبى شجرة غرسها الله تعالى بيده ونفخ فيها من روحه تنبت بالحلي والحلل وإن أغصانها لترى من وراء سور الجنة. وأخرج الإمام أحمد وابن جرير وابن أبي حاتم والطبراني وابن مردوية والبيهقي في البعث والنشور عن عتبة بن عبد رضي الله تعالى عنه قال جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله في الجنة فاكهة؟ قال نعم، فيها شجرة تدعى طوبى هي نطاق الفردوس. قال أي شجر أرضنا تشبه؟ قال ليس تشبه شيئا من شجر أرضك، ولكن أتيت الشام؟ قال لا. قال فإنها تشبه شجرة بالشام تدعى الجوزة، وهي شجر الجوز ومعروف، تنبت على ساق واحد ثم تنشر أعلاها. قال ما عظم أصلها؟ قال لو ارتحلت جذعة من إبل أهلك ما أحط بأصلها حتى تنكسر ترقوها هرما. قال فهل فيها عنب؟ قال نعم. قال ما عظم العنقود منه؟ قال مسيرة شهر للغراب الأبقى. وأخرج الإمام أحمد وأبو يعلى وابن جرير وابن أبي حاتم وابن حبان وابن مردوية والخطيب في تاريخه عن أبي سعيد الخدري
رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رجلا قال: يا رسول الله، طوبى لمن رآك وآمن بك. قال: طوبى لمن رآني وآمن، وطوبى ثم طوبى لمن آمن بي ولم يرني. قال رجل: وما طوبى؟ قال: شجرة في الجنة مسيرة 100 عام تخرج من أكمامها. وأخرج ابن أبي شيبة في صفة الجنة وابن أبي حاتم عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد يدخل الجنة إلا انطلق به إلى طوبى، فتنفتح له أكمامها، فيأخذ له من أي ذلك شاء، إن شاء أبيض وإن شاء أحمر وإن شاء أخضر وإن شاء أصفر وإن شاء أسود، مثل شقائق النعمان وأرق وأحسن. اللهم اجعلنا من الصالحين. وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن سيرين رضي الله عنه قال: شجرة في الجنة أصلها في حجرة علي، وليس في الجنة حجرة إلا وفيها غصن من أغصانها. وأخرج ابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن أبي جعفر رجل من أهل الشام قال: إن ربك أخذ لؤلؤة فوضعها ثم دملجها ثم فرشها وسط الجنة فقال لها: امتدي حتى تبلغي مرضاتي، ففعلت. ثم أخذ شجرة فغرسها وسط اللؤلؤة ثم قال لها: امتدي، ففعلت. فلما استوت تفجرت من أصولها أنهار الجنة وهي طوبى. وأخرج ابن أبي حاتم عن فرقد السبخي رضي الله تعالى عنه قال: أوحى الله إلى عيسى بن مريم عليه السلام في الإنجيل: يا عيسى، جد في أمري ولا تهزل، واسمع قولي وأطع أمري، يا ابن البكر البتول، إني خلقتك من غير فحل أي رجل، وجعلتك وأمك آية للعالمين، فإياي فاعبد وعلي فتوكل وخذ الكتاب بقوة. قال عيسى عليه السلام: أي رب، أي كتاب آخذ بقوة؟ قال: خذ كتاب الإنجيل بقوة، ففسره لأهل السريانية وأخبرهم أني أنا الله لا إله إلا أنا الحي القيوم البديع الدائم الذي لا زوال له، فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يكون في آخر الزمان، فصدقوه واتبعوه، صاحب الجمل والمدرعة والهراوة والتاج الأنجل العين المقرون الحاجبين، صاحب الكساء الذي إنما نسله من المباركة، يعني من خديجة رضي الله عنها. يا عيسى، لها بيت من لؤلؤ من قصب موصل بالذهب، لا يسمع فيه أذى ولا نصب، لها ابنة يعني فاطمة، ولها ابنان فيستشهدان يعني الحسن والحسين، طوبى لمن سمع كلامه وأدرك زمانه وشهد أيامه. قال عيسى عليه السلام: يا رب، وما طوبى؟ قال: شجرة في الجنة أنا غرستها بيدي وأسكنتها ملائكتي، وأصلها من رضوان، وماؤها من تسنيم. وأخرج ابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن مجاهد رضي الله عنه قال: طوبى في الجنة حملها مثال ثدي النساء في حلل أهل الجنة،
وأخرج ابن أبي الدنيا في العزاء وابن أبي حاتم عن خالد بن معدان رضي الله عنه قال: إن في الجنة شجرة يقال لها طوبى، ضروع كلها، ترضع صبيان أهل الجنة، فمن مات من الصبيان الذين يرضعون رضع من طوبى. وإن سقط المرأة يكون في نهر من أنهار الجنة يتقلب فيه حتى تقوم الساعة فيبعث ابن 40 سنة. وأخرج ابن جرير وأبو الشيخ عن شهر بن حوشب قال: طوبى شجرة في الجنة، كل شجرة في الجنة منها أغصانها من وراء سور الجنة. وأخرج ابن جرير وأبو الشيخ عن وهب بن منبه رضي الله عنه قال: إن في الجنة شجرة يقال لها طوبى، يسير الراكب في ظلها 100 عام ما يقطعها، زهرها رياط، وورقها برود، وقضبانها عنبر، وبطحاؤها ياقوت، وترابها كافور، ووحلها مسك، يخرج من أصلها أنهار الخمر واللبن والعسل، وهي مجلس من مجالس أهل الجنة، ومتحدث بينهم، فبينما هم في مجلسهم إذ أتتهم ملائكة من ربهم يقودون خيما مزمومة بسلاسل من ذهب وجوهها كالمصابيح من حسنها، ووبرها كخد المرعزي من لينه، عليها رحال ألواحها من ياقوت، ودفوفها من ذهب، وثيابها من سندس واستبرق، فينيخونها ويقولون: ربنا أرسلنا إليكم لتزوروه فيركبونها، فهي أسرع من الطائر وأوطأ من الفراش، نجباء من غير مهنة، يسير الرجل إلى جنب أخيه وهو يكلمه ويناجيه، لا يصيب إذن راحلة منها إذن صاحبتها، ولا تزال راحلة بزلزل صاحبتها، حتى إن الشجرة لتنحى عن طرقهم لئلا يفرق بين الرجل وأخيه، فيأتون إلى الرحمن الرحيم فيسفر لهم عن وجهه الكريم حتى ينظروا إليه، فإذا رأوه قالوا: اللهم أنت السلام ومنك السلام، وحق لك الجلال والإكرام. ويقول الله عز وجل عند ذلك: أنا السلام ومني السلام عليكم حقت رحمتي ومحبتي، مرحبا بعبادي الذين خشوني بالغيب وأطاعوا أمري، فيقولون: ربنا إننا لم نعبدك حق عبادتك، ولم نقدرك حق قدرك، فأذلنا في السجود قدامك. فيقول الله عز وجل: إنها ليست بدار نصب ولا عبادة، ولكنها دار ملك ونعيم، وإني قد رفعت عنكم نصب العبادة فسألوني ما شئتم، فإن لكل رجل منكم أمنية فيسألونه حتى إن أقصرهم أمنية ليقول: ربي. تنافس أهل الدنيا في دنياهم فتضايقوا فيها: ربي فأتني كل شيء كانوا فيه من يوم خلقتها إلى انتهت الدنيا. فيقول الله عز وجل: لقد قصرت بك أمنيتك، ولقد سألت دون منزلتك، هذا لك مني، وسأتحفك بمنزلتي، إنه ليس في عطائي
نكد ولا تصريد. ثم يقول: أعرضوا على عبادي ما لم تبلغ أمانيهم ولم يخطر على بال، فيعرضون عليهم حتى تقصر بهم أمانيهم التي في أنفسهم، فيكون كما يعرضون عليهم براذين مقرنة على كل 4 منهم سرير من ياقوتة واحدة، على كل منهما قبة من ذهب مفرغة، في كل قبة منها فرش من فروش الجنة مظاهرة، في كل قبة منها جاريتان من الحور العين، على كل جارية منهن ثوبان من ثياب الجنة، وليس في الجنة ألوان إلا وهو فيها، ولا ريح طيبة إلا وقد عبقتها به، ينفض ضوء وجوهها غلظ القبة حتى يظن من يراهما أنهما من دون القبة، يرى مخها من فوق أسرتها كالسلك الأبيض من ياقوتة حمراء، يريان له من الفضل على صاحبته كفضل الشمس على الحجارة أو أفضل، ويرى هو لهما مثل ذلك. ثم يدخل إليهما فيجيئان ويقبلانه ويعانقانه ويقولان له: والله ما ظننا أن الله تعالى يخلق مثل ذلك. ثم يأمر الله تعالى الملائكة فيسيرون بها صفا في الجنة حتى ينتهي كل رجل منهم إلى منزله الذي أعده له الذي أعد له. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، ولنا لقاء آخر إن شاء الله تعالى.